لماذا أراك مهموما؟ الحكومة راهنت على الشعب وقد تخسر الرهان. لا 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 لا، لن تخسر. الشعب التزم بتطبيق القوانين. الشعب بدأ يشعر بالضجر. إيه؟ يخرجون من منازلهم. إيه؟ يتجولون معا، يقودون دراجاتهم على شكل جماعات وغيرها، وتقول لي لن تخسر. لا تعقل المسألة، دعهم يخرجون قليلا يتجولون، هذه أجواء رمضانية، دعهم يتنفسون قليلا. هذا جهل. لا تصرخ في وجهي. سيدفع الشعب ثمن جهله واستهتاره بشعه لو انتشر الفيروس. الحكومة استنفذت كل الوسائل لاحتوائه. أنت رجل معقد وأنت شيطان بالمرض مهدد. ايه اتركني. مالك عبد القاسم تشاحت قبل؟ ايه ما يفيد شحت.